شكرا بزاف للقناة لالا لطيفة وحالي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، بخير كلشي مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله مع نهار جديد. الفيديو اليوم مختلف على الفيديوهات السابقه، واللي غادي نقول لكم ضروري ضروري ومؤكد ما تشاركوه معنا ونشاركوا معكم، وانا قلت ضروري غنشاركوا معكم. الفيديو اليوم هو غادي نمشيو عند واحد السيد عنده افتتاح ديال المحل ديالو ديال الحلويات، هادشي ديال المملحات ان شاء الله. وعرض علينا وقلنا اجيو عندي ضروري تجيو عندي، قلنا علاش لا، ضروري حتى حنايا نمشيو نشاركوه الفرحه ديالو، وتنتوما تشاركوه مع تشاركوا الفرحه ديالو معنا. فهمت؟ الله يسهل الامور ديالو ويعاونو. يالله كاملين بينا نمشيو عند الشاف ميد بوراق ان شاء الله، حضروا الافتتاح كامل ونهضروا عليه ان شاء الله. يلا تابعونا ان شاء الله. ضروري سبيل الله صحتك، هذا سبيل الله. مرحبا مولدي، مرحبا بك، المحل ديالك، مرحبا بك، مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا بكم زبناءنا الكرام، مرحبا بكم عند الشيف ميد بوراق. دير لكم نعمل سيدي واحد الافتتاح اليوم، مرحبا بكم محل ديالكم هذا. بالنسبه للكوموند كنخدم جميع انواع الكوموند، بالنسبه للحفلات واللي عنده شي كوموند يعني شي عرس ولا شي خطابه ولا شي اي حاجه، كنخدموا لي طاخت وكنخدموا لي سوشو تيبان كرواسات، داكشي ديال لي باندريه كامله وداكشي ديال لي ريستوراسيون كامله. حنا عندنا محل ثاني وعندنا هذا المحل هذا، مش غنقول لكم يعني غنخليوكم النمره ان شاء الله سيداياك، خليوكم النمره وديك الساعات اي حاجه تعيطوا عليها لي مريزورو غراتويت. وبالنسبه للاثمنه مناسبه يعني اش غنقول لكم، كنحاولوا ما امكن نوصلوا كوموند هو هذاك وبجوده عاليه، وحنا ليكيب ديالنا كامله يعني كتخدم معنا بواحد الثقه وبواحد القوه. ان شاء الله تعالى غتكونوا بحسن الظن ديالكم، ثقه تامه يعني احنا ديالكم، انتم تحكموا وحنا اش غنقول لكم. بالنسبه لكوموند يعني كنخدموا حتى الشو وفروة، يعني داكشي ديال لاباتيسري وداكشي ديال لاكويزا. فيجا فيجا المحل، فيجا المبارك المحل. جانا مع سيدي كودي هاد الحسن، خندق الورد العوامه. Thank you.
السلام عليكم، رجعنا لكم. بالنسبه نعبتوا لكم البلاصه، كتوصل العوامه رون بوارت خندق الورد، كتدخل نيشان، كاين واحد الفارماسيه ديال الشمس العوامه، وكتطلع نيشان كتجبر المحل ديالكم. وهذا بالنسبه لسميه المحل، ان شاء الله غنديروا غدا، اللي سميتها شيف ميد بوراج. بالنسبه نخليكم النمره ديالي ديال التليفون، وحنا على اتصال دائما بالليل بالنهار، فوقاش ما كومونديتو غتجبروني واجد معكم انا شخصيا، معكم شيف ميد بوراج. بالنسبه النمره 07 06 85 90 26، الاعاده 07 06 85 90 26. مرحبا بكم، نهاركم مبروك، ومرحبا والف مرحبا. شنو نقول لكم اخوتي، شكرا بزاف بزاف، شحال ما شكرت وشحال ما عبرت، ما نقدرش نوفي لهم حقهم صراحه الله. شكرا بزاف للقناه لاله لطيفه، جات عندنا دابا الشتا، صابره معنا في الشتا وصابره معنا في واحد المعاناه، شنو نقول لكم، ودارت لنا بيبليسيتي اللي هو غراتويت، يعني وقفت معنا واحد الوقفه كبيره. الطلب ديالي الوحيد اللي نطلب منكم هو تدخلوا عندها القناة في اليوتيوب، انستغرام، تيك توك، فيسبوك. اللي غنطلب منكم هو شارك، ديروا اشتراك وجيم بزاف، قلوبه 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 وتبارطاجي، هذا هو اللي نطلب منكم. شكرا بزاف وفرح عليكم. شكون شوف؟ بسم الله، على خاطر ايفون. عملوا هكا، وعملوا هكا، عملوا هكا، انا اشرب فيه اللبن، ارى مع المسيح. كيف كتشوفوا الاخوات، بالنسبه لهذا المحل وهذا الشاب ميد بوراق اللي بغى يتواصل معاه ولا يعمل شي كوموند ولا شي حاجه، راه نخلي لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم تواصلوا معاه وغادي يكون خير ان شاء الله، عنده اثمنه مناسبه للجميع، سهل الامور ديالو وديالنا وديالكم وجميع المسلمين
والله الا لقينا فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا نتوما وحنا وحنا الجميع باحسن الاحوال. الله يسهل الامور ديال الجميع. يلا الى اللقاء، حظ سعيد للجميع.